مرحبا، أنا زينة حابي، خبير التدريب الرياضي. هم بفرجيكم تمارين رياضية رح تفيدكم كتير إذا كنتوا عم تتبعوا نظام غذائي صحي، رح توصلكم للنتائج للجسم الصحي والرياضي والمثالي. أول تمرين رح نبدأ فيه على الأرض زي كأننا عم نعمل جومبينج جاكس، بس من غير جومبينج، وإحنا مرتكزين على إيدينا. برفع حالي على إيدي وعلى أصابع الرجلين، بفتح رجلي 5 مرات للجنب. 1 2 3 5. خدوا راحة بالنص، حتى لو قدرتوا تعملوا 2 كفاية. ما ترفعوا العضلة الخلفية لفوق، الظهر محايد. 1 2 3 4 5. فكرة بيرفع دقات القلب وبشغل عضلة الجذع. رح نعمل لونجز حول العالم، كنا رح نعملهم لحالهم عادة، بس هالمرة حول العالم. طلعوا عليه للأمام، للجنب، وللخلف. هلا برجل الثاني للخلف، للجنب، وللأمام. هاي من أول جولة، رح نعمل 5. هلا أنتوا وصلتوا بمستوى متوسط، أكيد إنكم تقدروا تمارسوا هاي التمرين. إذا حسيتوا كتير صعب عليكم تنزلوا للآخر، كالعادة بننزل نعمل بيبي لونج شوي لقدام. تذكروا إنه الركبة ما بتتعدى أصابع رجلين. في بعض الأحيان إحنا لازم نتحدى حالنا شوي حتى نوصل لنتائج، صح؟ جود. هاي الجنب، بقي لي جولتين. عم بتنفس لأنا رح أتحدى حالي شوي، رح أنزل أكثر. إذا تقدروا تعملوا هيك بيكون كتير منيح. آخر جولة تحدي، يلا للآخر. 1، اللي بيقدر يمشي معي للآخر. وآخر وحدة للأمام. تمرين كنت أعمله لما كنت ألعب تايكوندو، تايكوندو سويتشز اسمه. نوقف من هون نبدل. 1 2 3 4. إن شاء الله تعمل دفاع. 6 7 9 10. حلو كتير. ما ننسى تمرين البطن. سيزرز، مستوى متوسط. برفع راسي. 1 2 3 4. ندفع أسفل الظهر على الأرض. إذا حسيتوا صعب عليكم ارفعوا رجليكم، وبتقدروا تنوعوا مرة تحت ومرة فوق، بس خلينا نتحدى حالنا شوي هون. 2 3 4. بنصحكم تعملوا كل تمرين 10 10 10 باستثناء الأراوند وورلد حول العالم. زي ما تلاحظوا عرقت. تمارين ممتازة، بنصحكم تعملوا من 3 جولات ل10 عشان تصيروا زيي. بشوفكم بالحلقة الجاية.